حبيب حبيب الله يبارك بعمرك. تسلم اخوي، بتشرف باي وقت، محل اخوك الصغير. ببعث لك. نتحاكى اخوي، نتحاكى. سلامات. سلام سلام سلام. مبروك. الله يبارك فيك. أنا مبروك. الله يبارك في عمرك. مطعم حلو وشغل نظيف ومرتب. الله يبارك فيك. تحياتي. ما يؤمر عليك ظالم يا اخوي. محسوبك ابو الوليد من اداره القرمات واللوحات الاعلانيه. اهلا 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 ابو الوليد. هلا حبيبي. هلا حبيبي. انا فادي، انا صاحب المطعم. يعني ترى احنا اداره القرمات دافعين رسومها ومستحقاتها وضرايبها ونتخ القديم وجديد. هسه بورجيك ال فادي. يلا ثواني ثانيه. هيو هسه فادي. يلا حالا يا ابو الوليد. فادي. يا فادي. والله انك بشوش يا ابو الوليد. حبيبي يا فادي. حبيبنا. مش عم بحكي عن القارمة الاولى يا فادي. اني القارمة الثانية اللي على الزاوية، الحجر 35x65 ومحفور عليها اسم المحل. يا ابو الوليد خضيتني يا رجل. هذا حجر ابن عمتي، نقش عليه اسم المحل مجامل عشان فاتحين جديد، بس ليس الا يعني. يا فادي I don't even care. نعم. انا ما الي بهاي التفاصيل، انا بسال اسئله محدده. القارمة جوا المحل ولا برا المحل؟ برا المحل. طيب القارمة تجذب الزبائن وتعلمهم بنشاط المطعم؟ اي نعم، تجذب الزبائن وتعلنهم عن محل، عن المحل ونشاطه، وهي السبب في ثرائنا الفاحش. اذا فهي قارمة يا فادي. اي نعم يا قارمة يا ابو الوليد. الرسومة 50 دينار يا فادي.